توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، الحمد لله الذي ذل لقدرته كل شيء واستسلم لسطوته كل شيء. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك، لك الحمد كما نقول وخير مما نقول وكما أنت به تقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا هو، يهدي الحيران ويتابع الإحسان ويسكي الظمآن، خيره يغدو ويروح، وبابه للسائلين مفتوح، كريم عفو صفوح. حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيحمده لساني كل حين ويعرفه فؤادي باللطيف. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود، رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. صلوا عليه. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فضائل الأنبياء أجمع، فكان فيه ثبات نوح، فكان فيه ثبات نوح وتفاؤل يعقوب، وزكاء زكريا، ووداعة يحيى، وأمانة موسى، كل هذه جمعت في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول حسان رحمه الله: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الموحدون، فلما كان لكل مقام مقال ولكل زمن انفعال، ففي هذه الأوقات تهرع الأفئدة إلى بيت الله الحرام ملبين دعوة إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل ببناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما رفع إبراهيم الخليل البيت أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس، فقال: أي رب، وما يبلغ صوتي؟ فقال: يا إبراهيم أذن علينا البلاغ. روى ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام لما قال: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه، استجاب لإبراهيم عليه السلام كل من في أرحام النساء وأصلاب الآباء
فمن رزقه الله عز وجل الحج فقد لبى دعوة إبراهيم عليه السلام. تأملوا أيها الموحدون كيف جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا. ألم يقل إبراهيم عليه السلام: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وتأمل كلمة تهوي، تجد أن الفؤاد يسرع نحو البيت الحرام كلما زاره كلما اشتاق إلى البيت الحرام مرة أخرى. روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه حج 25 مرة ماشيا من مكة إلى مدينة أو من المدينة إلى مكة، والركائب تقاد بين يديه، وفي ذلك تلبية لقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومعنى رجالا أي ماشين على أرجلهم، ولقد كان سلفنا الصالح يفعلون ذلك إلى وقت قريب جدا. في هذا الوقت المعاصر منذ 50 سنة قصة دمعت منها العيون وتجل منها القلوب، حدثت مع أحد العلماء والشيوخ، وهو الشيخ أبو عثمان دابو من جمهورية جامبيا في الجانب الإفريقي في مجاهل إفريقيا. هذا الرجل يوم من الأيام تجاذب أطراف الحديث مع بعض إخوانه ومع بعض أصحابه، فقال بعضهم لبعض: إن لم نحج في هذا الوقت فلن نستطيع أن نحج، إن لم نستطع أن نحج في هذا الوقت فلن نحج بعد اليوم. ثم قال بعضهم لبعض: ألم يقل الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر؟ قال: فكنا 4، فخرجنا نحن 4، طوينا الفيافي والقفار، وطوينا الليل بالنهار، وعبرنا الأنهار والبحار. قال: فمات 2 منا في عرض البحر الأحمر. ثم بعد ذلك مات 3 حينما نزلنا في جدة، أصيب بالحمى فنزلنا فمات هذا الشخص، وبقيت أنا مع بعض الرفقة التي كانت معنا. قال: فأصابتني الحمى بعد ذلك فتنفست أو شممت رائحة الموت، وعلمت أن الموت قريب مني قدر شبر الشابر. ثم بعد ذلك وفقني الله عز وجل، فلما رأيت البيت الحرام خررت لله ساجدا وخرا وهو في بكاء مرير، تلبية لدعاء إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أيها الموحدون، ليس هذه آخر قصة، بل يذكر بعض علمائنا الشيخ محمد بن ياسين في مطلع القرن الماضي قال: كنت أطوف بالبيت الحرام فرأيت شابا عليه آثار الكهولة، شاب ولكنك إن نظرت إليه ربما تظنه ابن 40 أو 45 أو 50 سنة. قال: فسألته ورأيته يبكي كبكاء الثكلى التي مات ولدها، لقد أحرقني ببكائه. فقلت له: من أي البلاد أنت؟ قال لي: أنا من أفغانستان، خرجت منذ 6 أشهر ولم أصل إلى البيت الحرام إلا اليوم. ثم أطرق وهو يبكي ويقول: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. أيها الموحدون، جعل الله الحج كفارة للسيئات للصغائر والكبائر معا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات 5، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والحج المبرور، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص يحكي قصته في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتيت أبايع رسول الله فوضعت يدي في يده، قال: فلما بسط النبي يده قبضتها. قبض يده عمرو بن العاص
فاستغرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لعمرو بن العاص: ما لك يا عمرو؟ لما قبضت يدك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مد يده وبسطها، ولكن عمرو قد قبضها مرة أخرى. قال له: يا رسول الله، أريد أن أشترط قبل أن أبايعك. فقال له: يا عمرو، على ما تشترط؟ أو بما تشترط؟ قال: يا رسول الله، أشترط قبل أن أبايعك أن يغفر الله لي. يشترط قبل أن يبايع أن يغفر الله له. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، ألا تدري أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أو تجب ما كان قبلها من الذنوب يعني، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفي رواية: وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، والحديث عند مسلم. دل هذا الحديث على أن الحج يكفر السيئات، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: جعل الله تعالى ثلاثة أنهر لتكفير السيئات، فإن أراد الله بالعبد خيرا أدخله نهرا من الأنهر الثلاث، وإن لم يرد به خيرا طهره الله في نار الجحيم يوم القيامة، وإن كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النهر الأول هو نهر التوبة النصوح، بمعنى أن يتوب الله عز وجل عليك توبة نصوحة، فإن تاب الله عليك غفر لك ما تقدم من ذنبك، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. فإن لم يدخلك الله عز وجل نهر التوبة، أدخلك نهر الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بمعنى لو أن شخصا كان له سيئات، فهذه السيئات تغفر بكثرة الحسنات من التسبيح والاستغفار ورمضان والحج والعمرة، كل ذلك يكفر السيئات، مصداقا لقوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن لم يدخلك الله عز وجل لا نهر التوبة ولا نهر الأعمال الصالحة، صب عليك المصائب صبا، وصب عليك الأمراض والأوجاع. وهذا باب ثالث ونهر ثالث من الأنهر الثلاث. لذلك لما نزل قول الله عز وجل، وهي أخوف آية في كتاب الله، في سورة النساء، لما نزلت هذه الآية في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. هذه أخوف آية في القرآن الكريم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. لما نزلت الآية فرق أصحاب النبي وخافوا واشتد خوفهم، فأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، أئنا لنؤاخذ بما نقول وبما نفعل؟ قال: نعم. وجاء منهم الصديق وهو يبكي كما ذكر ابن كثير، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أليست تصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك المرض؟ أليس يصيبك الهم؟ فإن ذلك مما تؤاخذون به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه الأنهر الثلاث، ومنها نهر الحسنات التي تغفر السيئات، فإن الحج جعله الله تبارك وتعالى تكفيرا للسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. في هذه الأوقات تتجه القلوب والأفئدة وتهرع إلى البيت الحرام، وتتجه الناس بأجسامهم على رواحلهم
أو يتجهون صوب البيت الحرام. بعض السلف كان إذا رأى هؤلاء وقد اتجهوا إلى البيت الحرام دمعت عيناه وغرورقت بالدموع، ثم أنشد يقول: يا راحلين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. فإن قال قائل: ليس باليد حيلة ولن أستطيع أن أحج إلى بيت الله الحرام، فإني أسوق إليك ما قاله بعض العلماء وهو ابن رجب، قال: إن لم تشارك الحجيج في نفحات المكان فشاركهم في نفحات الزمان. نفحات الزمان يشترك فيها من قعد ومن رحل، يشترك فيها السائرون والقاعدون. نفحات المكان حينما أذكر لك خمسة أمور باستطاعتها أن تحج إلى بيت الله الحرام وأنت قابع في مكانك. أول أمر من هذه الأمور سنة غابت عن كثير من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وعند البيهقي فله أجر مئة شهيد. وهي أن تمكث في صلاتك بعد صلاة الفجر، صل الفجر واجلس في مكانك حتى تطلع الشمس دون أن تكلم أحد. الحديث عند الترمذي وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى يطلع الفجر أو حتى تطلع الشمس فله أجر حجة أو عمرة تامة تامة تامة. هذا أمر سهل، في خلال ساعة تستطيع أن تحج إلى بيت الله الحرام. وليست العبرة بأن تذهب إلى بيت الله الحرام رياء وسمعة، ولا أن تذهب بمال حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. بعض الناس يحجون بأموال جمعوها من الحرام، وبعضهم يحج رياء وسمعة. قارن بين ما فعله عبد الله بن المبارك. أمة الإسلام أصيبت في مقتل لما تركت فقه الأولويات والمقاصد والمآلات. بمعنى أصح، نجد بعض الناس يحج في كل عام ولم يطلب الله عز وجل منك ذلك إطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لما قال النبي: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت النبي، فكرر الرجل قال: أفي كل عام؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أفي كل عام؟ ثم قام غاضبا صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم على أنبيائهم. الحج مرة، فما زاد على ذلك فهو تطوع، بمعنى أداء الحج مرة في العمر. بعض الناس يحج في كل عام، من السنة أن تحج في خمسة أعوام وليس في كل عام. ورد في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته لا يفد إلي في كل خمس أعوام إنه لمحروم. ولذلك الحج كل عام خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن المبارك عالم من علماء الأمة، يوما ما كان في رفقته صوب البيت الحرام في قافلتهم، وأووا إلى شجرة فاستظلوا بظلها، وفي مزبلة إذ بطائر كان معهم قد مات فألقوه في المزبلة. قال عبد الله بن المبارك: فبينما نحن نسير نظرت إذ بفتاة صغيرة قد خرجت فحملت الطائر الذي مات وأدخلته بيتها. قال: فسألتها عن سبب ذلك، فقالت لي الفتاة: والله لقد أحلت لنا الميتة منذ ثلاثة أيام ونحن لا نجد ما نملأ به بطوننا. عبد الله بن المبارك رق لحالها، ثم سأل الرفقة: ما تريدون بحجكم هذا؟ تريدون تزهدا أو اشتياقا إلى البيت أم مرضاة الله؟
قالوا بل نريد مرضات الله. قال فهلم فلنرضي الله عز وجل في هذه وأخواتها. قال فجمعوا لهم الدنانير وأعطوهم لهذه الفتاة، ثم بعد ذلك قفلوا راجعين إلى بلادهم. هذا هو الإسلام الذي ينبغي على الإنسان منا أن يقارن بين شخصين، بين فقير صابر وبين غني شاكر، أيهم أفضل عند الله؟ قارن العلماء قديما بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، أيهم أفضل؟ لو رجل أعمال بيتقي الله عز وجل وينفق على اليتامى والأرامل والمساكين، يدخل السرور على الأسر المسلمة، ذلك أفضل من ملء الأرض فقيرا صابرا. وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله. والدليل على ذلك الإسلام يقاس بمقدار نفعك لغيرك. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس عند الله أنفعهم للناس، وأفضل العبادات عند الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. كم يتكلف الحج؟ إذا كنت قد حججت حجة الفريضة فإن أردت أن ترضي الله عز وجل فرج الكرب عن مكروب، اقض الدين عن مدين، زوج فتاة يتيمة. قال بعض العلماء ينام الإنسان على فراشه فيصبح وقد غفر الله له بدعوة الفقراء والأتامى والأرامل والمساكين، يقومون بالليل فيدعون له فيصبح وقد غفر الله له بدعوة هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا مع بعض الأعمال التي تفضل الحج وهي خير من الحج، بنص كلام سيد الناس عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام ما من أعمال أو ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه العشر. فقام رجل وقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد أفضل من الحج بإجماع العلماء. فكيف إذا قلت لك بأن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام أو في أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج؟ هذا دليل واضح على أن بعض الأعمال تفضل الحج. الأمر الثاني صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح من مشى إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المعتمر. الأمر الغريب أن بعض الناس فهم أن صلاة الجماعة سنة. صلاة الجماعة واجبة عند جمهور العلماء، ولن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أتخلف عن قوم تركوا صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا قول الأوزاعي وقول الشافعي وقول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول جمهور الفقهاء بأن صلاة الجماعة واجبة بنص قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا واحد منافق، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا مريض القلب أو مريض البدن. مريض القلب من نفاق أو مريض البدن لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، وهذا رأي جمهور الفقهاء. قال عليه الصلاة والسلام من أتى إلى صلاة مكتوبة فله أجر الحاج المعتمر. الأمر الثالث الذي يعدل الحج ويفضل الحج وهو حضور دروس العلم. قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن ماجه
والترمذي والنسائي قال: من أتى إلى المسجد كي يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر الحاج المعتمر. تأمل حال دروس العلم في المسجد، على الرغم من دروس العلم يوميا بعد صلاة المغرب يوميا ما عدا يوم الجمعة، يوميا بعد صلاة المغرب. وتأمل حال الناس تجد 10-15 قدامك، وهذا يدل على زهد الناس في ميراث الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وكلكم يحفظ باقي الحديث، أربع هدايا وضعهن رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن حضر دروس العلم، منها إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أربعة هدايا كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور التي تعدل الحج بر الوالدين، وبر الوالدين كما قال ابن عباس: ما أعلم شيئا يكفر الكبائر كبر الإنسان بوالديه. سبب الحديث إيه؟ سبب الحديث أن رجلا جاء لابن عباس وقال له: خطبت امرأة فرفضتني، فخطبها غيري فقبلته فغرت عليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ ده جريمة قتل، غار على خطيبته فقتلها لأنها رفضت. عكرمة تلميذ ابن عباس جالس، سأل ابن عباس الرجل، قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: سلها فلتدعو لك. قال عكرمة: قلت لابن عباس لما سألته عن أمه وعن خالته؟ قال ابن عباس: ما أعلم شيئا يكفر الكبائر كبر الإنسان بأمه، والخالة بمنزلة الأم. هذا قول ابن عباس يدل على أن بر الإنسان بوالديه يكفر الكبائر كما يكفر الحج الكبائر. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إني أريد الحج وفي رواية الهجرة والجهاد معك. قال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أبوين؟ قال: نعم كلاهما. قال: ارجع ففيهما فجاهد. ونحن نعلم أن الجهاد أفضل من الحج، فإذا كان النبي قد قال للرجل فيهما فجاهد الذي هو أفضل من الحج، فجهاد الإنسان تحت قدمي والديه. هذا حجك تحت قدم والديك، لو أنك أطعت الله عز وجل بذلك لدخلت الجنة من أوسع الأبواب. هذه أبواب تعدل الحاج. إن لم تستطع أن تقف بعرفة فينبغي عليك أن تقوم بحق الله الذي عرفته. أقول ابن رجب: من لم يستطع أن يقف بعرفة فليقم بحق الله الذي عرفه، ومن لم يستطع أن يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليصل إلى رب البيت الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، ومن لم يستطع أن يذبح بمنى فليذبح هواه هاهنا وقد بلغ المنى، من لم يستطع أن يقبل الحجر فليلن كل قلب حجر. من خلال هذه العبادات نقول: لقد شاركتم السائرين وأنتم جالسين في أماكنكم، لو أنكم اهتديتم بهدي نبيكم. الأمر الخامس والأخير: أذكار الصلوات. نجد بعض الناس قد انصرف من صلاته كأنه كان محبوس في سجن بعد أن ينفلت من الصلاة، على الرغم من أن ذلك من مكفرات الصغائر والكبائر. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا رسول الله، ليس لنا أموال نتصدق ولا نحج ولا نزكي، سبق أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، لهم فضول أموال، الأغنياء يتصدقون ويحجون ويهاجرون ولا نملك ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم أو شاركتموهم في الأجر أو تساويتم معهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحوا الله في أدبار الصلوات 33، واحمدوا الله 33، وكبروه 33، وقولوا تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خرجوا وهم فرحين مستبشرين. سمع الأغنياء بما أخبر به النبي فقالوا مثل ما قال الفقراء. فرجع الفقراء للنبي يشكون إليه مرة أخرى: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء قد سمعوا فقالوا مثل ما قالوا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام والطواف بين الركن والمقام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن ترحم جمعنا هذا أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عقيما إلا بالولد رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم احفظ على مصر أمنها وجيشها، احفظ على مصر استقرارها، احفظ على مصر برها وبحرها، احفظ على مصر نساءها، احفظ على مصر بناتها وشبابها. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أعط كل سائل سؤلة، لا تخرجنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم اشف مريضنا، عاف مبتلانا، اهد ضالنا، ارحم ميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.